بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة في مادة الرياضيات. محاضرتنا هذه ستكون عن موضوع السلاسل وسنأخذ الجزء الأول منها. أرحب بكم في هذه المحاضرة. أنا محاضرتكم الأستاذ المساعد الدكتور محمود عباس محمود. في حالة وجود أي استفسار لديكم بإمكانكم التواصل معي على عناوين البريد الإلكتروني المبينة أمامكم. لنبدأ محاضرتنا نعود قليلا إلى موضوع sequences اللي هي المتواليات أو المتتابعات. المتواليات أو المتتابعات هي عبارة عن مجموعة من المقادير أو الكميات، هنا نمثلها ب1 و2 و3، وهي تتبع نظام معين، نظام معين order. فراح تكون هذا حسب قالب معين أو ترتيب معين fixed pattern. لهذا راح يتبع لنا الدالة التالية u r يساوينا function of r. فإذا من يحكم هذه القيمة هو منو؟ ال r. فهو بما أنه هذا هو function of r فإذا راح يتحكم بهذا الشكل. مثال على هاي المتواليات أو المتتابعات هو عندنا هاي الأولى 1 3 5 7. هاي المتتابعة 1 3 5 7 هي لها تتابع معين، ونتوقع أنه من هاي أنه 1 3 5 7 فإن ما بعدها راح يكون شنو؟ 9. ليش؟ لنشوف ده تصعد عندنا 2 2، يعني 1 زائد 2 صار 3، زائد 2 صار 5، زائد 2 صار 7، فأكيد اللي بعده يكون 9. فإذا next term would be 9. term هنا نسميه الحد، اللي هو term اللي هو الحد، الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث، وهكذا. المتتابعة الثانية عندنا 2 6 18 54. هنا نلاحظ نضرب في 3، 2 في 3 6 في 3 18 في 3 54. فإذا ما بعده راح يكون عندنا 54 في 3، راح يكون عندنا بالأكيد next term هو 162. هنا عندنا غير متتابعة بنمط آخر اللي هو 1 تربيع ناقص 2 تربيع، يعني الواحد صار 2 لكن الإشارة قلبت، وهنا عندنا 3 الإشارة أيضا قلبت، كانت سالب كانت موجب صارت سالب، موجب سالب صارت موجب، بعدين راح ترجع سالب وهكذا. فنتوقع ما بعده هو شنو؟ هو 5 تربيع، 5 تربيع. فهذا هو هذه متتابعة أخرى أو متوالية أخرى. إذا نجي عندنا هاي المتتابعة والمتوالية 1 ناقص 5 7 3 7، هاي شوية بها صعوبة. هذا لازم نلقى لنا فد علاقة حتى نعرف شلون نتوقع ما بعده. فإذا لازم نلقى قالب حتى على أساسه، أو فد أساس أو قانون أو فد رابط ما بين الأرقام حتى نقدر نربط على أساسه ونعرف ما بعده. فإذا هنا next term شوية صعوبة أن نحصله بسهولة، فيحتاج إلى حسابات حتى نصل. بكل الأحوال عندنا هاي متتابعة، هاي متتابعة، هاي متتابعة، هاي متتابعة، أو متوالية متوالية متوالية، هاي كلها متواليات. طيب المتواليات نوعين، عندنا finite منتهية finite sequence اللي هي شنو؟ finite number of terms، يعني عندنا عدد الحدود ينتهي إلى حد معين ويتوقف. لكن عندنا النوع الآخر اللي هو infinite sequence، هذا unending، هذا لا ينتهي، هذا تبقى نقدر نضيف أرقام إلى لا نهاية. فإذا عندنا نوعين finite و infinite sequence. طيب هذولي، فإذا على هذا الأساس أو هذا التقسيم، هسه نسأل السؤال التالي: ما هي من هذه المتتابعة، ما هي المتتابعات من هاي الموجودة فاينات ومن هي الانفاينات؟ هسه حقيقة أنا أول نريد نحدد منهم فاينات. أول متتابعة اللي هي all the natural numbers started from
1 2 3 all natural numbers كلها all natural numbers يعني الاعداد الطبيعيه كلها. هاي اول متتابعه اريد نعرف هاي فاينايت ام لا. الثانيه بيج نمبر اوف ا بوك ارقام الصفحات بكتاب معين. الثالثه ارقام التليفونات الموجوده بدليل التليفونات. هذول الثلاثه حقيقه السؤال هو من منهم هو الفاينايت، وبالتالي اللي مو منهم فاكيد هو الانفاينايت. طيب هنا واضح جدا انه البيج نمبر هو الى اكيد الى نهايه ينتهي بمن ينتهي باللاست بيج باخر بيج اللي هو الحاله الثانيه ينتهي باخر بيج. وعندنا التليفونات نفس الحال اكيد راح توصل الى حد معين وتنتهي ارقام التليفونات. نوصل الى محمد حتى اذا اعطينا ارقام وحروف هاي بالنهايه راح نوصل الى رقم وتتوقف عندنا الحسابات. فاذا هاي وهاي اكيد منتهي. لكن خلينا نجي على اول وحده الناتشرال نمبرز. الناتشرال نمبرز انفاينايت سيكونس. ليش؟ لانه لا تصل الى نهايه، لا تصل الى نهايه نهائيا، تبقى تستمر تستمر عندنا الارقام الى لا نهايه لان الارقام الطبيعيه. هذا معناه انه هذول الاثنين هم اللي يحققوا لنا المطلب بما هو الفاينايت سيكونسز. فاذا هم هذول الاثنين، هذول الاثنين هم شنو هم؟ فاينايت. هذول الاثنين فاينايت. في حين اول وحده الاولى هي شنو؟ هي انفاينايت غير منتهي. هاي هي حقيقه باختصار هي المتواليات او المتتابعه. طيب نرجع الى موضوعنا اللي هو شنو؟ هو السيريز او السلاسل. السلاسل. السلاسل هي عباره عن مجموع التيرمز او مجموع حدود المتتابعه. فاذا هو نوجده او توجد بايجاد جمع هذول. يعني اذا جبنا الحدود كلهم وحطينا بيناتهم اشارات زائد فبالتالي راح نحقق اذا شنو نحصل على سيريز. هسه نجي مثلا عندنا السيكونس الاولى اللي هي 1 3 5 7 واللي قلناها وراها تجي 9 وراها تجي ورا 9 تجي 11 وهكذا. هاي هي سيكونس. لكن اذا حطينا بيناتهم اشارات زائد تحولت الى شنو؟ تحولت الى سيريز. تحولت من سيكونس الى شنو؟ الى سيريز. طيب هنا احنا لازم نعرف انه الحدود هي تكون بالشكل التالي. حدود السلسله هي بالشكل التالي. U1 يمثل لنا شنو؟ الفيرست تيرم الحد الاول. U2 يمثل لنا الحد الثاني. U3 الحد الثالث ثيرد تيرم وهكذا. فاذا اذا عندنا UR هنا عندنا الR هو رقم الحد، رقم الحد. فهذا معناه الأرث هو هذا الأرث تيرم. UR مثل لنا الار تير لانه يو ار هو الار تير. فمثلا يو ار زائد واحد شنو هي؟ ار زائد واحد تير وهكذا. فاذا اذا اردنا مجموع اول خمسه، اول خمسه حدود فراح شو نقول عليه؟ اول خمسه حدود راح نسميه اس يعني سم اوف 5. سم اوف 5 معناه انا عندي اول خمسه حدود اللي هو مجموع المجموع مالهم اللي هو من 1 الى 5 يعني يو 1 يو 2 يو 3 يو 4 يو 5. فاذا اذا جينا على الفيرست ان معناه هذا شو يساوي لي؟ ذا سم اوف فيرست ان نعبر منه بماذا؟ نعبر عنه ب اس ان. اذا كتبنا اس ان معناه شنو؟ مجموع كل الحدود من اول حد او الحد الاول الى ان الى ان. طيب فاذا احنا نعرف انه اكو عندنا نوعين شائعة الاستخدام، شائعة الاستخدام من السلاسل اللي هي الارثمتيك سيريز اللي هي السلسلة الحسابية، وعندنا جيومتريك سيرز اللي هي السلسلة الهندسية، السلسلة الهندسية. فإذا احنا راح نسميهم بتسميتهم بالواقع ارثمتيك سيرز
وجيومتريك سيريز. طيب هذول الاثنين ناخذ اول واحد الارثمتيك سيريز، وحقيقه هو ايضا الى تسميه ثانيه يسموه ارثمتيك بروجريشن. وغالبا ما نرمز لها ب اي بي للاختصار، arithmetic progression. واذا قلنا اي بي معناها arithmetic progression، وبالنتيجه فهي الارثمتيك سيريز. طيب هذه الارثمتيك سيريز ناخذ عليها مثال. الارثمتيك progression او arithmetic سيريز هي سيريز تتكون من ايش؟ 2 زائد 5 زائد 8 زائد 11 زائد 14. هسه اذا نلاحظ لنعبر ايش قد هنا 3 نضيف الاثنين 3 صارت 5، نضيف 3 صارت 8، نضيف 3 صارت 11، نضيف 3 صارت ايش قد 14. فاذا ما بعده ايش قد هو 17 اكيد بالتاكيد، وبعد ال 17 يجينا 20 وهكذا. اذا هنا راح نلاحظ انه اي حد من الحدود فهو نقدر نكتبه بيش بإضافة رقم ثابت أو عدد ثابت أو قيمة ثابتة قدرها 3 إلى الحد السابق، فايش يطلعنا؟ يطلعنا الحد الجديد. طيب فإذا أنا أكو عندي تزايد منتظم، هذا التزايد المنتظم إحنا حقيقة هو common difference أو هو الفرق الثابت أو الفرق العام للسلسلة، الفرق العام للسلسلة أو الثابت للسلسلة. فهذا حقيقة احنا شلون نقدر نجيبه، شلون نقدر نوجده هذا common difference. ناخذ اي term ونطرحه من القبلة، فاذا عندنا فالمفهوم جديد هو common difference. common difference هو نوجده بأن نطرح اي حد من الحدود، نجي ناخذ الحد نطرح منه ما قبله راح يطلع لنا الفرق، هو هذا الكومن ديفرنس. فاذا بهذه الحاله الاي بي او الارثمتيك بروجريشن او الارثمتيك سيريز عندنا مفهوم هو الكومن ديفرنس، واللي نوجده بان نجي مثلا ناخذ 8 ناقصا 5 طلع لنا 3، او 2 ناقصا 5 ناقصا 2 طلع لنا 3، او نجي 14 ناقصا 11 وهو طلع لنا 3. اي حد نطرحه من ما قبله فراح يطلع لنا كومن ديفرنس، مثلا 11 ناقص 8 يساوي 3، 5 ناقص 2 يساوي 3، وهكذا وهكذا. اذا الجنرال اريثمتيك سيريز كان ذير فور بي ريتن از شنو؟ اي اللي هو الحد الاول، زائد شنو؟ اي زائد دي، الدي هو حقيقه هو الاساس، احنا نسميه الاساس. الأساس هو القيمة التي تضاف دائما، فأي زائد شنو؟ أي زائد دي، زائد شنو؟ أي زائد 2 دي، زائد شنو؟ أي زائد 3 دي، وهكذا إلى النهاية. حيث أن الأي شنو؟ الفيرست تيرم اللي هو الحد الأول، والدي شنو؟ الكومن ديفرنس. فإذا الأي هو الفيرست تيرم، والدي شنو؟ الكومن ديفرنس. نجي هسه إذا لازم نتذكر دائما انه اي تيرم او اي حد نريده برقم انث، يعني مثلا الثامن، العاشر، الرابع، الثالث، اي واحد منهم، اي رقم عندنا رقمه ان، راح شو يقول؟ يساوي لنا الاي زائد نفتح قوس ان ناقص واحد في الدي اللي هو شنو؟ الكومن ديفرنس. فاذا اجل ان هو اللي انا عندي موجود او المطلوب مني، والاي هو الاساس، واجي ان ناقص واحد مضروبا في منه في الدي اللي هو شنو؟ الكومن ديفرنس. والكومن ديفرنس منين طلعناه؟ قلنا 8 ناقص 11 عفوا 11 ناقص 8، 5 ناقص 2، وهكذا بهذا الحال. طيب عندي يريد مني المجموع sum of n terms، مجموع الحدود ما قبل هذا، كل ما قبل من الحدود، فراح يصير عندي Sn اللي هو قبل شوية قلنا عنه، Sn يساوي لنا n على 2، نفتح قوس كبير 2i زائد n ماينس 1 في d ونسد القوس الكبير. فهذه هي المعادلة اللي توجد لي مجموع الحدود اللي هي لغاية n من أول حد ولغاية الحد اللي إلى n.
هذا النقطتين اللي المهم ان ننتبه عليه القانونين. القانون الاول اللي هو الان تيرم يساوي ان اي زائد ان ماينس 1 دي، وعندنا القانون الثاني اللي هو الاس ان يساوي ان ان على 2 اي زائد ان ناقص 1 دي. ها القانونين مهمات بالنسبه لنا للسلسله الرياضيه او السلسله الحسابيه، عفوا السلسله الحسابيه اللي هي الارثمتيك سيريز او الارثمتيك بروجريشن. طيب ناخذ مثال. المثال بالشكل التالي: find the sum of the first 20 terms of the series. السيريز هي عندنا 10 6 2 ناقص 2 ناقص 6، يريد من عندنا مجموع اول 20 حد، ال 20 الاولى، الحدود ال 20 الاولى، يعني من 1 لغايه 20. الحد الاول، الثاني، الثالث، الرابع الى 19 وال 20، مجموعهم ايش قد؟ نرجع انه هاي الحاله انا عندي احتاج الى شنو؟ احتاج الى قيمتين اللي هي الاي والدي، احتاج الاي والدي. الاي منين اطلعها؟ الاي هو الحد الاول، هذا نزلناه 10. الدي نجي اي واحد من ذول نطرحه من من ما قبله، فراح نقول ايش عندي؟ 2 شنو؟ ناقصا 6، او اقول 6 ناقصا 10. ايش راح يطلع لي؟ 6 ناقصا 10 اكيد بالناقص، لانه انا دي تقل عندنا الارقام، فراح يطلع لي 6 ناقصا 10 صار ناقص 4، او 2 ناقصا 6 راح يطلع لي ناقص 4، فبالحالتين الدي هو ناقص 4. فاذا انا عندي الارقام حقيقه تتناقص، فالدي عندي بالناقص. الاس ان هو هذا القانون اللي يحل الشغله اللي اخذتها قبل شويه. الان هو 20، والاي عندي، والدي عندي، فاذا انا ما بقى عندي شيء مجهول عدا ما احتاج استنتاج اللي هو الاس ان. طيب نجي نعوض هسه اس لل 20 شو يساوي للان؟ هو 20، 20 على 2، 2 في اي، الاي ايش قد؟ 10، جبنا 10 في 2 20، زائدا 20 ناقص 1 19، 19 في شنو؟ في ناقص 4، طلع لي هذا الناتج. فاذا هاي ما توصلت له، بعدها بقت رياضيات اعتياديه 10 ناقص كذا، فراح يطلع لي ناقص 560. فاذا مجموع الحدود ال 20 الاولى لهذه المتسلسله او هذه السلسله يساوي لي ناقص 560. ونشوف هنا عندنا الاشاره سالبه، ليش؟ لان نشوف احنا سبيدينا ندخل بالارقام كلها سالبه، كلها سالبه منها. بس عندنا ذول الارقام الاولى هي موجبه والباقي كلها راح يكون عندنا سالب، فالناتج بالتاكيد يطلع لي سالب. فاذا اس 20 يساوي لي ناقص 560. ناخذ مثال اخر. المثال الثاني: إذا كان الحد السابع seventh term of an AP، يعني شنو؟ arithmetic progression، شو يساوي لي؟ 22. والحد ال 12 ايش قد؟ 37. يريد السيريز، نطلعها السيريز شنو؟ فإذا أنا عندي سيريز لسه ما أعرفه، بس أعرف عندي الحد السابع يساوي لي 22 والحد ال 12 يساوي لي 37. فالحالة شلون راح أقدر أوجد السلسلة؟ أوجدها بالشكل التالي: أنا أعرف السابع شنو؟ 22، وأعرف ال 12 37. طيب من السابع 22 معناه هذا الترم شو يساوي؟ يرجع القانون الأول، يساوي لأي زائدا 7 ناقصا 1 في دي، فراح يصير لأي زائدا شنو؟ أي زائدا 6 دي، ولا ننسى ال 6 منين جتي؟ ان ناقص 1، الان هو 7، فإذا 6 هنا، فأي زائدا شنو؟ ان ناقصا 1 في دي، فراح اي زائد 6 دي يساوي لي 22. نجعل هذا نفس الحاله، راح يصير لي اي زائد 11 دي يساوي لي 37. اذا صار عندي معادلتين، هسه معادلتين بهن اي ودي، اثنين اقدر احلهم انيين لو ما اقدر؟ اقدر بالجمع، بالطرح، باي شكل من الاشكال، عندي عده طرق. فافضل طريقه راح شو اسوي؟ اطرح واحده من الثانيه حتى اخلص من الاي اطلع قيمه دي. فايش راح اسوي؟ راح اطرحهم اقول هاي ناقص هاي، فراح يصير لي هذا ناقص هاي، هذا راح يشطبون اثنينهم، 11 ناقص 6 يساوي لي 5، 37 ناقص 22 يساوي لي 15، فاذا 5 دي يساوي لي 15. ليش؟ قلنا بطرح المعادلتين هاي ناقص هاي طلع لي 5 دي يساوي لي 15. اذا هسه اقدر اطلع قيمه دي؟ اكيد اقدر اطلع قيمه دي. شلون؟ دي يساوي لي 15 على 5،
فاذا دي يساوي لي 3 ليش 15 على شنو على 5 بالتعويض بالمعادله مره اخرى باي وحده من ذن المعادلتين راح اطلع قيمه اي فمباشره انا طلعت دي من طلعت عندي قيمه دي راح اقدر اطلع اي باي معادله من المعادلتين اعوضها فطلعت لي قيمه اي تساوي 4 اذا انا عرفت الحد الاول وعرفت شنو عندي الاساس عرفته اللي هو مقدار التغير بالمعادله فاذا هذا الاشياء الاثنين اللي احتاجهم لمعرفه السلسله هذا موجودات اصبحوا عندي فاذا السيرز وش راح اصير عندي اجيب اول حد احط اخليه هنا والزياده عندي ايش قد يصير 3 ف4 7 10 13 16 اكيد الوراء 19 والبعده 21 عفوا 22 وهكذا فاذا هاي هي السلسله الرياضيه طيب هسه نجي من هذه القاعدة نقدر نوجد الأرثمتك مين اللي هو شنو الأرثمتك مين هو شنو هو المتوسط الحسابي أو المتوسط الحسابي نعم المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي نقدر نوجده نعم أحيانا نحتاج الأرثمتك مين لأي رقمين موجودين اي رقمين نريد نطلع لهم الارثمتك مين وهي حقيقه يعني من الاساسيات مال الرياضيات الاصليه بس لازم نرجع لها حتى نشوفها يعني ما معقول احنا بهذا المستوى ما نعرف نطلع معدل رقمين بس حتى نفتهم الاساس الرياضي فاذا اي رقمين عندي اللي هم البي والكيو حتى اوجد المعدل مالهم المعدل ما هو المتوسط مالهم عفوا المتوسط مالهم هو انه اكو شيء يقع فيما بينهم يعني انا سعدي بي كيو وكيو راح اعتبر اكو فشي عندي بالنص هو اي وهاي هي سلسله بي اي كيو وهي سلسله شنو سلسله حسابيه فهي ارثمتك بروجريشن اي بي فاذا اذا انا عندي بي وكيو واريد المعدل مالهم عفوا المتوسط مالهم فالمتوسط مالهم هو القيمه اللي قدرها شنو قدرها اي وتقع ما بين بي وكيو بالنتيجه اي ناقص بي يعني هو اي اكيد اكبر من بي يعني بعدها تجي فاي ناقص بي شو يساوي لي؟ يساوي لي دي وكيو ناقص اي ايضا يساوي لي دي ليش؟ لان هي بالوسط صار ما بين هذا واحد فاي ناقص بي يساوي لي دي وكيو ناقص اي شو يساوي لي؟ ايضا يساوي لي دي فاصبحت عندي هسه يعني هاي معادله وهاي معادله واثنين هم بيهم دي هسه ايش اقدر اقول؟ اقدر اقول اي ناقصا بي شو يساوي لي؟ كيو ناقصا اي لان كلاهما يساوي دي هذا شو يعني لي؟ 2 اي بنقل اي لهذا الطرف راح يصير 2 اي ونجيب لي كيو هنا راح يصير لنا شنو؟ بي زائد كيو بي زائد كيو فاذا 2 اي يساوي لي بي زائد كيو اذا اي شو يساوي لي؟ بي زائد كيو على 2 وهي معروفه هاي لانه هذا متوسط مال قيمتين فاكيد يطلع مجموعهم على 2 اكيد مجموعهم على 2 بس هاي راح يفيدنا بالحلول اللي عقدناها فاذا arithmetic mean of any two numbers is their average يعني اي المتوسط الحسابي لاي رقمين هو معدلهما هو معدلهما وهذا معروف هذا معروف هذا من الاشياء المعروفه رياضيا فاذا الارثمتك مين ل 23 58 شو يساوي لنا؟ هذا زائد هذا على 2 يساوي 40.5 الارثمتك مين 35 57 شو يساوي لي؟ مجموع هذا زائد هذا وش يطلع لي؟ يطلع لي 46 وهذا من الاساسيات المعروفه. طيب اذا ردنا نتعمق بهذا الموضوع اكثر وردنا شو نقول؟ نحط ثلاثه ارثمتك مينز ثلاثه يعني انا هسه اريد بين البي والكيو شو اسوي؟ احط ثلاثه arithmetic means بين مين؟ بين ال given number اللي هم شنو؟ البي والكيو مو واحد، واحد ببساطه طلعه نجمع ونقسم على اثنين، لكن اذا اردت اخلي ثلاث متوسطات حسابيه فهذا شلون راح يصير؟ فاذا احنا بهالحاله ايش راح نقول؟ راح نقول بين البي والكيو اكو عندنا ثلاث ارقام. ثلاث ارقام اللي هي A و B و C. ف
تقع بين بي وكيو، بي من بالسلسلة الرياضية، عفوا السلسلة الحسابية اللي هي راح تكون عندنا بي زائدا اي زائدا بي زائدا سي زائدا كيو. هذول كلهم راح يسوي لي سلسلة حسابية، لكن انا عندي هذا بي وهذا كيو وهذول اللي انا اريدهم، هذول اللي انا اريدهم. طيب ناخذ مثال على هذا الحال، يقول ضع ثلاثة متوسطات حسابية، insert three arithmetic means between شنو 8 و 18. فأنا أريد أخلي ثلاثة متوسطات حسابية ما بين 8 ولا 18 رقم هذول 8 و 18. هذا شلون راح أقدر أحقق هذا؟ هنا صارت الأمور شوي أعقد. فإذا أنا إيش راح أقول؟ أقول means راح أعطيهم رموز A و B و C لأنهم رايد من ثلاثة، فهذا واحد اثنين ثلاثة. القيمة الأولى 8 و 18، فإذا أنا راح أقول راح تصير السلسلة بالشكل التالي، أول وحدة 8 والأخيرة شقد 18، فثمانية A B C شنو 18. هذا كله إيش راح أسوي لي؟ أسوي لي سلسلة حسابية. هاي السلسلة الحسابية بدايتها شنو 8، نهايتها منو 18 اللي هو أعطانيهم، وذولا من أمه اللي أنا ضفتهم. طيب هسه إذا الفيرست تيرم شنو هو شقد؟ أسوي لي 8، وبعد شنو الفيرث تيرم اللي هو شقد؟ شو يساوي لي 18، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا الفيرث تيرم شو يساوي لي؟ يساوي 18. فيرث تيرم شو يساوي لنا؟ اي زائد ان ناقص واحد على دي، لان شقد؟ 5 ناقص واحد 4، فراح يصير اي زائد 4 في دي، هذا شو يساوي لي؟ يساوي 8. وعندي هنا الاي شو يساوي لي؟ يساوي لي 8. هسه اني اقدر استفاد من هاي أن أحل أطلع قيمة دي، بالتأكيد أطلع دي لأنه الأي عندي معروف وعندي هاي المعادلة، فراح أقدر أطلعها. فببساطة راح أقول أي يساوي 8، أي زائد 4 دي يساوي لنا 18، حلهم بالطرح راح يصير لي 4 دي يساوي لي 10، أيضا بالطرح حلهم مباشرة يساوي لي 10. طيب إذا دي شو يساوي لي؟ يساوي لي 2.5. إذا عرفت الأي وعرفت الدي انتهى الموضوع. فإذا اي شو تساوي لي؟ تساوي لي 8 زائد ايش قد؟ زائد 2.5. ليش؟ لان هذا الحد الثاني اللي هو ان ناقص 1 في دي، فاذا طلع لي الحد الاول الحد الثاني، هذا الحد الثاني تساوي لي 10.5، هذا الحد الثالث شو تساوي لي؟ 8 زائد 5 في منو؟ اللي هو شنو؟ 2.5، ويطلع لي نفس الناتج 8 زائد 5 راح يطلع لي 13، وهذا نفس الطريقه 2.5 وهكذا. فاذا ببساطة راح يطلع لي هذا الحل اللي هو القيم مالتهم. هنا أنا عندي 2.5 هي الدي، لو ننتبه هنا هنا ضربتها في شقد؟ في 2 ناقص 1 يساوي لي 1، فصارت 2. هنا في 3 ناقص 1 شو صارت؟ 2 في 2.5 5. هنا شقد؟ 4 ناقص 1 يعني 3 في 2.5 يساوي 7.5 وهكذا. فإذا الارثمتيك مينز اللي رادها من عندي بالسؤال هم ما يلي، هم 10.5 و 13 و 15.5، فهي هاي الاشياء اللي طلبها من عندي، واللي هم دول الارثمتيك مينز الثلاثه اللي موجودين ما بين ال 8 وال 18 حتى نكون سلسله حسابيه. نجي على مثال اخر، عفوا على موضوع اخر او نوع اخر من السلاسل. النوع الاخر هو شنو؟ جيومتريك سيريز. الجيومتريك سيريز اللي هي الجيومتريك بروجريشن، ونرمز لها جي بي اللي هي السلاسل الهندسية. السلاسل الهندسية، السلسلة الهندسية مثال عليها 1 3 9، 1 زائد 3 زائد 9 زائد 27 زائد 1 8 وإلى آخره. هاي السلسلة هندسية شنو فرقها؟ هنا نشوف نكتبها كل حد نكتبه بعد ايش؟ بعد مالية ضربه برقم ثابت constant factor. هنا نلاحظ عند الواحد ضربناه بثلاثه صار 3، ضربناه بثلاثه صار 9، ضربناه بثلاثه صار 7. فهنا مو عمليه جمع وانما عمليه ضرب برقم معين او رقم ثابت constant factor. هذا الكونستانت فاكتور اللي هو الثابت
ايش نسميه؟ نسميه common ratio. الكومن ريشيو لا ننسى هنا شنو تسميته، الكومن ريشيو اللي هو شنو معناه النسبة أو المعدل، المعدل الثابت أو المعدل العام أو المعدل الشائع أو أي المشترك، المعدل المشترك. نعم المعدل المشترك ممكن أن يكون تسميه. إذن هذا احنا تسميته الكومن ريشيو. فهذا شلون نوجده؟ ناخذ أي تيرم أو أي حد نقسمه على ما قبله، نقسمه على ما قبله، يعني 27 تقسيم 9 طلع لي 3، أو أجي 3 9 ناقص تقسيم 3 يساوي لي 3 وهكذا. فإذا هذا يسمونه شنو؟ الكومن ريشيو. الكومن ريشيو مثل ايش؟ 27 تقسيم 9 3، 9 تقسيم 3 يساوي 3 كما قلنا قبل قليل. طيب هسه إذا الجي بي، الجي بي اللي هي الجيومتريك بروجريشن، هي لها الفورم الآتي. الفورم الآتي شنو؟ اي زائدا اي في ار زائدا اي في ار تربيع زائدا اي في ار تكعيب زائدا اي في ار شنو للقوة 4 وهكذا. يعني أنا هذا مجرد أن ينضرب عدة مرات ولا وليس يجمع عدة مرات. فإذا هذا هو الفورم الرئيسي أو الشكل الرئيسي، حيث أن الاي شنو الفيرست تيرم والار شنو الكومن ريشيو. الكومن ريشيو مثال find the common ratio r in the geometric series او geometric progression او gp اذا جانا بهذا الشكل 5 ناقص 10 زائد 20 ناقص 40. هذا شلون وجده؟ قلنا ناخذ اي حد من الحدود شو نسوي له؟ نقسمه على ما قبله. هسه انا اجي اقسم ال20 على من؟ على ناقص 10، ولا ننسى الإشارة، لا ننسى الإشارة، إذا عندي ناقص 10، 20 تقسيم ناقص 10 يطلع لي ناقص 2، أو أجي هنا أقول ناقص 40 تقسيم 20 هم راح يطلع لي ناقص 2، ولا أأكد أنه لا تنسى الإشارات تنقلها مع منو؟ مع الحد اللي دا تحسبه، هذا الحد إشارته موجبة زائد 5، هذا إشارته سالبة ناقص 10، وهذا موجبة وهكذا. فإذا هنا طلع لي الار يساوي لي 20 تقسيم ناقص 10 يساوي لي ناقص 2. فاذا الكومن ريشيو ايش قد؟ ناقص 2. نجي اذا الجنرال جيومتريك سيريز هي شنو؟ هذا مثل ما قلنا قبل شويه، هذا هو شكلها الاساسي او شكلها العام. طيب فاذا انا دائما اتذكر انه الانث تيرم، الانث تيرم اي ار للقوه ناقص ان ناقص 1. فاذا اي 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 تيرم اللي هو رقمه ان ان يساوي للاي في القوه ار، في القوه ار عفوا اي في ار للقوه ان ماينص 1، اي في ار للقوه ان ماينص 1 للقوه ان ماينص 1. في حين المجموع لل n terms هو شو يساوي لي؟ Sn اي نفتح قوس 1 ناقصا r للقوة n على 1 ناقصا r على 1 ناقصا r. هذا القانونين حقيقة مهمة جدا لأن نحتاجهم بالحلول. فال n terms يساوي لي اي r للقوة n ناقص 1، وال Sn المجموع لغاية n يصير لي اي نفتح قوس 1 زائد ناقصا ار للقوه ان على 1 ناقصا ار. مثال السيريز عندي 8 4 2 1 نص والى نهايه السلسله، يريد مني مجموع اول 8 حدود first 8 terms. first 8 terms يعني من رقم 1 الى رقم 8 كلهم داخلين بعملية الجمع. إذا أنا هسه بحالة أحتاج أن أطبق، أن أوجد أحتاج الأي والآر. الأي هو أول واحد قلنا، شو قد يساوي لنا؟ 8. الآر شو يساوي لي؟ جيب أي واحد منهم قسمه على قبله. 2 تقسيم 4 يساوي لي نص، أو 4 تقسيم 8 يساوي لي نص. فإذا 2 على 4 يساوي لي نص. فإذا أنا حصلت على الأي وحصلت على الآر. هسه بقى شو أسوي؟ أجيب هذا القانون أنزله هنا. اقول Sn يساوي لي اي
واحد ناقص R بالقوة N واحد ناقص R. الR موجود عندي، الN موجود عندي، الA موجود عندي، نحل الموضوع. فإذا ببساطة راح أقول S للقوة عفوا S 8 مجموعة لغاية 8 يساوي 8 في واحد ناقص نص للقوة 8 ناقص على واحد ناقص نص. وهي عملية حسابية بسيطة، راح بالنتيجة يطلع لي الرقم مالها أو الناتج 15.938. هذا هو الناتج النهائي للمجموع للحدود الثمانية الأولى. سؤال مثال ثاني، مثال آخر. إذا كان الحد رقم 5 أو الحد الخامس لسلسلة هندسية هو 162 والحد الثامن هو 4374. Find the series if the fifth tier of a geometric progression is 162 and the eighth term is 4374. Find the series. هسه بنطيني حدود ويرد من السيرز، اريد انا اطلع على السيرز. بنفس الطريقه وبنفس الاسلوب وببساطه راح هذا انا عندي له معادلته وهذا له معادلته. فانزل اول واحد شنو معادلته والثاني شنو معادلته واحسبه. الاول هو اكيد الفيفث ترم منطيني اياه قد يقول لي؟ يقول لي 160. شنو معادله الخامس؟ اي للقوه ار ان ناقص واحد. الان ايش قد؟ 5. اذا اي ار للقوه ان ناقص واحد هو 4. فإذا هذا يساوي لي 162. أجي على الحد الثامن، الحد الثامن راح يصير لي أي آر للقوة 7 شو يساوي لي؟ 4374 اللي هو منطيني إياها. فإذا أنا صارت عندي معادلتين بهن أي وآر، أقدر أطلع من النتائج نعم أقسم هاي على هاي وأقسم هذا على هذا، أقسم المعادلتين واحدة على الثانية بقسمة المعادلتين. فأي آر 7 على أي آر 4 هذا على هذا راح يروح عند الاي ويا الاي، يبقى عندي شنو؟ ار تكعيب يساوي له رقم معين واطلع قيمته. فاذا ار تكعيب شو يساوي؟ 27. ار شو يساوي؟ يساوي لي 3 بين اجزر 3. اذا بهالحاله اي ار للقوه 4 يساوي لي 162. فاذا بما انه انا عندي اي ار للقوه يساوي لي 162 او اخذ هذا ممكن، هذا ممكن اطلع منه شنو؟ ايش راح استفاد منه؟ اطلع الاي حتى ابدي بدايه السلسله اندله ايش قد. فاذا راح اقسم، اذا ار شو يساوي لي؟ يساوي لي 3 بالاصل منطيني اياها او انا طلعتها قبل شويه. فاذا بهالحاله الاي شو يساوي لي؟ اي 3 القوى 4 يساوي 162. فاذا اي شو يساوي لي؟ يساوي لي 2. فاذا انا هسه صار عندي الاي وعندي الار، خلاص انتهت السلسله ببساطه. هذا خليه اول واحد وابدي اضرب ب 3 3 3 3 3 وهكذا. فاذا السيريز راح يصير عندي شنو؟ اول واحد 2 اضربه ب 3 6 اضربه ب 3 18 اضربه ب 3 وهكذا الى النهايه. هاي هي السيرز اللي موجود. هسه نجي على الجيومتريك مين اللي هو المتوسط الهندسي وليس المتوسط الحسابي. هنا عندي المتوسط الهندسي. المتوسط الهندسي احيانا نحتاج ان نجد المتوسط الهندسي ما بين قيمتين هما بي وكيو في سلسله شنو هي؟ سلسله هندسيه. فاذا بهالحاله راح يكون هو رقم قدره اي، ويكون ان اذا وضعناه ما بين بي وكيو، ما بين بي وكيو راح يصير لي سلسله هندسي. فاذا هذا هو الاساس لايجاد الجيومتريك مين. فاذا انا بهالحاله راح اصير لي الاي على البي يساوي لي ار، وبنفس الوقت الكيو على الاي يساوي لي ار. ليش؟ لان قلنا السلسله الهندسيه اذا جبنا اي حد وقسمناه على ما قبله راح يساوي لي شنو؟ يساوي لي الكومن ريشيو اللي هي الار. طيب فاذا اي على بي يساوي لي شنو؟ كيو على اي. وهذا معناه انه اي في اي، اي تربيع يساوي شنو؟ بي في كيو، طرفين في وسطين. فراح يصير لي هذا بي كيو يساوي لي اي تربيع في حاصل ضرب طرفين بالوسطين. فاذا اي يساوي لي تحت الجذر بي كيو. فهذا معناه الجيومتريك مين الى اي رقمين شو يساوي لي؟ السكوير روت الى مضروبهم، مجذور مضروبهم. يعني نضربهم واحد بالثاني ثم نجذرهم راح يطلع لي شنو؟ يطلع لي المتوسط الهندسي بهذا مثال. فايند الجيومتريك مين من شنو؟ 4 و25. شلون نوجد الجيومتريك مين؟ ببساطه نضرب هذا في هذا ونجذرهم.
فنجي نقول اي شيء يساوينا هذول اثنينهم الاي يساوينا تحت الجذر 4 في 25 راح يطلع لي 100 تحت الجذر 100 شو يساويني يساوي لي 10. فاذا هذا هو المتوسط الهندسي لهذه الارقام. نعبر عندنا هل من الممكن ايضا ان نتوسع بهذا الكلام؟ نعم نقدر نوجد ثلاثه جيومتريك مينز، ثلاثه متوسطات هندسيه لاي رقمين موجودين في سلسله هندسيه. فاذا شو نسوي؟ ايضا نرجع بنفس الطريقه نقعد نضيف ارقام وهي اي بي سي، وبالحال اللي يكون بها بي اي بي سي كيو شو سوينا؟ سوينا سلسله هندسيه، سلسله هندسيه. مثال، المثال يريد مني هنا ان اضع اربعه جيومتريك ميز وليس ثلاثه، اربعه. طبعا الثلاثه ينطبق على ما ينطبق على ثلاثه ينطبق على اربعه، ينطبق على خمسه ينطبق على سته ولا اي عدد من غيره. فهنا رايد مني اربعه جيومتريك ميز بين شنو؟ بين الخمسة وال 1215. وهي هاي إذا حطينا بيناتهم أكيد راح يصير عندي شنو؟ جيومتريك بروجريشن. طيب، فإذا أول شيء نقول بين هذول الاثنين نحط أي وبي وسي دي، ليش هم أربعة؟ فإذا واحد اثنين ثلاثة أربعة. فأول واحد هو ايش يريد؟ أول حد هو خمسة، وآخر حد ايش قال؟ 1215. فهذا راح يصير عندي 5 اي بي سي دي وراء شنو؟ 1215. هذول يسوي لي جيومتريك بروجريشن. الاي شو يساوي؟ 5. اي ار للقوه 5 شو يساوي؟ 1215. نجي ببساطه راح نقول ار للقوه 5 شو يساوي لي؟ هذا نعوض الاي هنا راح يطلع لي قيمه الار، الار يساوي لنا 3، الاي عرفناه 5 والار يساوي لنا 3. طيب احنا من عرفنا الار يساوي لنا 5 عفوا الاي يساوي لنا 5 والار يساوي لنا 3، فايش راح نقول؟ نقول اذا الاي شو يساوي لنا؟ الاي يساوي لنا 5 في 3، 5 في 3، ننتبه هاي النقطة معناها في، هاي النقطة معناها شنو؟ معناها ضرب. 5 في 3 راح شو يصير لنا؟ 15، ليش؟ لأن هذا الحد رقم 2. نجي هنا اللي بعده 5 في 3 في 3، يعني 5 في 9. ليش؟ لأن 3 تربيع، فخمسة في 3 في 3 3 تربيع، فراح يصير لنا شنو؟ 5 في 9 يساوي 45. اللي بعده 5 في 3 تكعيب، فراح يصير لي 5 في 27 135، وهذا وهكذا. فإذا راح يطلع لي اي بي سي دي. فإذا الجيومتريك مينز المطلوبة هم شنو هم؟ هم 15 45 135 و 405. هسه ناخذ مجموعه من التمارين حتى نتاكد ونشوف احنا وين وصلنا بهذا الموضوع، لان هذا اساس الى ما بعد. فحتى نتاكد من تمكننا من الماده ومراجعتنا لها بالشكل الصحيح، هي حقيقه اربعه تمارين. التمرين الاول هذا اللي هو ذا سيكس تيرم اوف ان اريثمتيك بروجريشن، هو ناقص 5 عن ذا تينث هو ناقص 21، يريد من عندي sum of the first 30 terms. هذا التمرين الأول. التمرين الثاني find 5 arithmetic means between 12 و21 و6 بالعشرة. هنا عندي هاي series منطينيها، ويريد من عندي 10th term ويريد مني sum of the first 10 terms. وهنا يريد من عندي 2 geometric means between 5، هنا geometric means لا ننسى، واثنين يريد من عندي بين 5 و8.64. اتامل انه الكل راح يقدرون يحلوها ببساطه، ذول الاربعه واربعتهم اتامل الكل يقدرون يحلوها، لانه اعتقد الكل متمكنين من الحلول والماده بسيطه وسهله الفهم. شكرا لكم لحسن اصغائكم. وفي حالة وجود أي استفسار بإمكانكم التواصل معي على عناوين البريد الإلكتروني المبينة أمامكم. شكرا لكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.